السلام عليكم البنات الامهات المتتبعات ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم الفيديو ديالنا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم مع صديقتي دنيا اللي كنت شاركت معكم الكبسه من عندها، تبارك الله جاوا عليها بزاف ديال لي كومونتير زوينين. اليوم غنشارك معكم بلاطو ديال المالح من عندها بلا عجينه، شي حاجه مثلا جايينكم ضياف على غفله وما فكلي عاد العجان عاد تبداي ديري وبغيتي شي بلاطو المالح زوين وواعر وبريستيج، ها هو البنات وبلا عجينه غير بالخبز ديال الطاكوس وبلي طوست، كيجي شي حاجه بريستيج واعره هماويه، حتى في المناسبات في البيفيات في عراضه عيد ميلاد اي حاجه ديروه كيجي شي حاجه واعره. مذاقات مذاق كينسي في مذاق وبحشوات اقتصاديين غير الطون والبيض مسلوق سوريمي هادو بالكفته، يعني بحشوات اقتصاديين وشي حاجه طوب واعرين بزاف. بالنسبه للبنات الصديقتي دنيا راه كتخدم لي كوموند، راه هي اللي خدمت ليا عيد ميلاد ديال الراجل اللي كنت شاركت معكم مؤخرا فيه بلاطو المالح، فيه لي طارت، فيه كيك لاير، وفيه كانوا فيه بزاف الحوايج زوينين. انا غنخلي لكم واحد الفيديو قصير بالنسبه للاخوات اللي ما كانوا شافوا داك الفيديو تاخذوا فكره على داكشي اللي كتخدم صديقتي دنيا. راه عندها لاباج انستغرام ديليس ميزون، ميزون ديليس، غنخلي لكم المعلومات ديالها في اول تعليق وفي صندوق الوصف. اللي بغات تكوموندي شي حاجه المالح الكيك لاير عندها عيد ميلاد شي مناسبه، انا من مورا هذا المقطع غنخلي لكم تشوفوا الطبيله اللي كانت وجدت لي في عيد ميلاد راجلي، وفي هذا الفيديو هذا غتقاسم معنا هذا البلاطو هذا خطير، نتشاركوا معكم بجميع التفاصيل. شي حاجه سهله دغيا كتوجد وغينفعكم ان شاء الله، انا اكيد الا جربتوا شي وحده من هادو غادي تحماقوا على حس. ما شاء الله عجبوني بزاف وعجبوني حتى الافكار اللي عطاتنا واحد الافكار بساطين ولكن كيجي واعرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ما تنساونيش ديروا لايك للفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء، شجعوا المحتوى ديال القناه باش يزيد يستمر ويزيد القدام ان شاء الله، وما نطولش عليكم خليكم مع البلاط. وهذه هي الطبيله البنات اللي وجدت لي صديقتي دنيا في عيد ميلاد ديال الراجل اللي راه كنت شاركتها معكم في هذا الكيك لاير، كتخدمو واعر واعر خطير لا في المذاق ولا في الشكل، وفي لاباج انستغرام ديالها عندها بزاف التشكيلات ديال هذا الكيك لاير كتخدمو فينيسيوم تقونه. شوفوا المالح اللي كانت خدمت لي واعر، هاد التحليات هادو اللي خطيرين، هاد لي فيغين بنكهات مختلفين كتخدمو من الحبه، وهاد الميني طارتوليت هاد لي طارت صغار، وهاد الكاب كيك حتى هو خطير. المهم كانت هادي الطبيله ما شاء الله كانت غزاله، اللي بغات شي حاجه غتلقى النمره ديال دنيا والانستغرام ديالها في اول تعليق تواصل معاها. هي غادي ندوزو مع دنيا الاول وصفه ان شاء الله اللي غتشارك معنا بلي طوست، ياك يا دنيا. مرحبا اختي سام، الله يبارك فيك. سلام البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ المهم انا اليوم غادي نقدم معكم لي ميني طوست، هادو ساهلين يعني لي بيفي ولا في رمضان ولا الا جاوكم الضيف على غفله، هادو ساهلين دغيا كيوجدوا في 5 دقائق. هنايا عندنا الفلفله مشويه، تكون الحمراء بلا ما نستعملوا الخضره ضروري تكون الحمراء، والطون والفرماج، الفرماج هذا ولا اي فرماج فيهم، واللي ما كاينش اللي ما عندوش الفرماج يخلط شويه بالمايونيز، ولكن ماشي داك المايونيز اللي كيكون خفيف يكون شويه ثقيل، ديروا المايونيز وزيدوا معاه داك الفرماج المثلث تسمعك. اللي ما عندوش هذا صافي، الملحه والبزار، ونستخدموا الطوست ديالنا. الفلفله حمراء مشويه ضروري تكون حمراء مشويه. نديروا الطون، طون قياس بواطه صغيره، البواطه ديال ايزابيل ولا اللي كان. نخلط باش نشوف الفرماج واش غيكفينا ولا غنزيد الفرماج باش يعطيك التعليكه، هو اللي غيجمع لينا هادشي. المايونيز راه كيجمع، هو المذاق بالفرماج، بالفرماج هذا الفرماج راه ناتشور ما فيه لا ملح لا والو. غندير دابا الملح والبزار، ندير شويه الملح حيت الطون فيه الملح، شويه البزار، تاخدي السلوفان.
البنات كنديروا السلوفان هو الاول باش الا حطينا الطوست بحال هكا ودرنا لافارس ديالنا نعاودو نسدو ونحطوه في الثلاجه عاد نقطعوه عاد نقطعوه. هاد الجناب راه غنحيدهم ما غيبقاوش، اللي بغى يحيدهم قبل حيد كديري غير الوسط. صافي هاد الثاني صافي كنبركو عليه بحال هكا يا شي شد في الاول نحطو في الثلاجة حتى نساليو كلشي وعاد غادي نقطعو لي زربان عليه يديرو في الفريكو عاد ضروري خصو تيشد راسو يشد راسو شويه نسيتو. صافي غتزيدي وحده بنفس الطريقه. هنايا البنات غندوزو الشكيل الثاني ولا المملحه الثانيه ديالنا حتى هي بالخبز ديال الطوست ديال الطوست هذا الخبز الاسمر حتى ندير الحشوه ديال لافوكا الكواكامول انا غادي نصيبها معكم دابا انا كنسبق قطعت هادو باش نقليهم في الفران ندير لهم شويه زيت البلديه والزعتر ونخشيهم في الفران يتحمروا بحال قلتي الطوسطاوي يوليو مقرمشين صافي نخرجهم وعاد ندير لهم الحشوه ونزينهم بحال هاد الشيء البنات غير كيوجد حتى اللي عنده شي عرض الكوتي وبغى غير يدير شي بلاطو البال حقا بالزربه هادو راهو بريستيج وبلا عجينه يعني كيوجدوا بالزربه الخبز ديال الطوست راه موجود كتاخذوا هذا كومبلي ها هو الناس ديال القمح وكديروه صافي غتقطعوهم هكا دوائر ونخشيهم ندير لهم واحد شويه زيت البلديه ونرش عليهم رشيشه ديال الزعتر وندخلهم للفران كياخذوا شي 5 دقائق وكيتحمروا كنخرجوهم غير ما يبقاوش لنا رطبين يقصحوا شويه حيت الكواكامول كدار في الخبز ديال الطوست اللي كيكون محمر مقري صافي هنايا البنات بعد ما قطعتهم دوائر غدهنهم بشويه ديال الزيت البلديه وغادي رشيشه الزعتر ورشيشه ديال الزعتر وغدخلهم يتقرملو هكا شويه في الفران تم كندير رشيشه ديال الزعتر دابا غندوزو العمارة ديالهم ديال هادوك الدوائر اللي دارت في الفران هنا عندي لافوكا ما نديرها كامل هذا غير الحامض عصرت عليها الحامض باش تبقى في اللون ديالها تبقى في اللون ديالها خصك تسمعت مزيان بعد الفرشاة تولي بحال شي كريم هاد مطيشه صغيوره ولا نص مطيشه كبيره تحيدوا ليها القشره وتقطعوها مزيان صغيوره هكا تكون سيزلي صغيوره مقطعه وكاين اللي كيدير البصل انا ما كنديرش في الكواكامول البصل كنخليها غير مطيشه وشويه المعدنوس هنايا عندي غير المعدنوس ماشي القزبر يكون معدنوس نديرو عصره ديال الحامض نكثروه حيت لافوكادو كتكحل
والطباسكو ضروري طباسكو فيها. وكاين اللي ما عندهاش طباسكو دير اي حار، ولكن ضروري الحار في غواكامول كيدير فيه الحار، ديروا طباسكو. شيشة الملح وبزار وزيت البلدية صافي. هذه هي لاصوص ديالنا. مع لافوكا كتواتى مع البيض، هاد الكوكامول كيتواتى مع البيض. الطبقه الاولى غنديرو غير هاد لافارس ديال الكوكامول، والطبقه الثانيه غنديرو البيض، بيضه مسلوقه وحده وشويه د الطون والفرماج. غير البيض والطون، حيت الطون كيجي مع لافوكا والبيض المسلوق كيجي مع لافوكا. تديري جوج حشوات ف اللي بغى ما يديرش هادو ما يدير غير لافوكا بوحدها، ولكن هي هي اصلا الاولى والثانيه. انا غادي ندير البيض مع الطون حيت كيتواتى بزاف مع الكوكامو. غادي نزيد شويه الطون الفرماج والسوس. وغندوزو لهاد التزيين ديال هادو ديال لافارس ديال لافوكا. دير ليها بحال هكايا، ديرو ليها التانية، ونديرو هادي. هادي هي اللي درنا فيها البيض المسلوق والطم. صافي نسدوها بحال هكا، وغنجيبو بيض السمان صغيور حيت هادي فيها البيض، نخشيوها في البافون بحال هكايا، نديرو لها العويد. كيجي الصراحة الشكل ديالها رائع. هادو كيجيو كروسيون كرمشين، حيت درنا هادو في الفران كيجيو مكرمشين. كيجيو تبارك الله مزيانين. هنايا البنات غنديرو الشكل الثالث، الخبز ديال الطوست غنحيدو ليه الجناب. هادو كيكونو شويه قاسحين يتحيدو، هانتي بحال هكا يتحيدو كاملين. غادي ندير معاه شاركة تخيب مذاق ديال الفلفلة وفرماج ساندويتش. الفرماج ديال الساندويتش والفرماج العادي، باش غندهنو به بلول ويلصق لينا. كتلاصقيهم؟ دابا كنلاصقهم ونجيب المدلك نبرك عليه بحال هكا، نديرو حتى لوحدة نبرك عليه بحال هكا باش كيتلاصق. هما الا درتو ليهم رولي وتحلو ليكم ما تخافوش، غير غادي تشدوهم مزيان بالسلوفان وتخليهم في الثلاجه تتبغيو تقطعوهم، حيت غادي نعاودو ندهنوهم بالفرماج. الخبز فاش كيكون جديد كيساعد كيجي زوين. كتغير الا كان قديم غيبقى يتفرتت ليك ويتقطع. صافي هنا غندهنو بالفرماج. اي فرماج توفر؟ مثلث ولا الفرماج ديال الباطا اللي كان.
واللي ما بغاش يدهن بالفرماج وعندو ديك صوص الجيريان ديال تاكوس يدهن بها. انا كاينه عندي غير فضلت ندير الفرماج كيجي زوين مع شاركوتخين ولا المايونيز. اذا انا بالمايونيز عندي هنا الزعتر دير شي شويه الزعتر صافي نديرو الفرماج ديال الساندويتش صافي. هنا غادي ندير شارك دخي هكا ونجيبو فرماج وندهنوه الوسط باش الزيتون يلصق لينا. بغيتي راه حطينا الزيتون بلا 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 فرماج غادي ماغاديش يلصق. عذبنا فاش غنبغيو نديرو الرولي غيتعذبو. نجيبو الزيتونات نديرو ليهم بحال هكا. صراحة يجي الشكل ديالهم واعر. لاصقو ونختارو ديما الزيتونة تكون شوية قاسحة صافي. ودابا نرولي بحال كنرولي السوشي بحال هكا نبركو نبركو ونزيرو. دابا غنديرو البحال هكايا ونخشيو في التلاجة تنبغيو نقطعو نحطو في التلاجة تنبغيو نقطعو. وهنايا البنات واحد الرولي كانت دارتو ليا في الملح اللي كانت وجدات ليا لعيد ميلاد. الا عقلتو البنات البلاطو ديال الملح كان واحد رولي بالخبز ديال طاكوس بهاد لي شتو هاد الموف وخيزو كان خطير كيجي واعر. وانتم غتشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال حتى هذا حشوه بارده زوينه زوينه حسن هذا زوينه. وهنايا البنات غتاخذوا الخبز ديال طاكوس ندهنوه بالفرماج. كيتزهنوا بالفرماج ولا بالمايونيز؟ ولا بالمايونيز غير باش يشد لينا فاش نبغيو نديرو ليه رولي. الخضره ما زعما ما تشتش والخبز يلصق. هنا غادي نحطو الفرماج هو الاول غنديرو الخبز فوق الفرماج. ناخذ السيرامي سي راه ساهل ولكن باش تجيك الفكره ديريها بهذه الطريقه خاص ضروري شي واحد يوريك. دابا حنا عطينا غير الفكره افكار هكا هي اللي ساهله. كانت شي حاجه موجوده في الدار وكل شيء كاين وبنادم كيبقى يخمم شنو غنصايب شنو غنصايب يصايب غير هادشي. وبالخصوص الضياف الا جايين كضياف والملح زعما كتعكزي عاد توجديه راه هادو ساهل ساهل هادشي. وهادشي كيجي زوين كيجي صراحه حتى في المذاق كيجي واعر. صافي كنديرو الصف ديال هاد لي الشرموف ديال الخيزو هذا كيعطي المنظر كيعطي حتى الالوان الالوان كتجي زوينه والمنظر زوين. نغرولي نرولي ونجمع الخضرة هكا باش ما تشتش بيدينا بحال هكا. نبركو بصبعنا
غنزيدو الفرماج باش يتسخن. الفرماج هو اللي كيخلي الخبز ديال الطاكوس يلصق. صافي هنايا البنات هذا الخبز ديال الطاكوس كديروا فيه هكا لي كيردو. لي كيردو بحال هكا وتحطك كتقطع لي كيردو باش كتبينو باش يشدو. باش يشدو نعرفو حتى القياس اللي غنقطعو. تعرفو حتى القياس اللي غتقطع. كيبانو دوك اللوينات ديال خيزو لي شو الخس السوريمي. السوريمي كيعطي واحد الالوان واعره. ونحطو بحال هكا. وهنايا غادي ندوزو للمملحه دابا الخامسه. لي كورني. لي كورني كتاخذوا الخبز ديال الطاكوس كتقسموه على اربعه. على اربعه. وكل مثلث كترويو. كنديروا كنسقوها بالطحين. طحين والماء. باش يلصق ما يتسحلش. وغادي تدخليهم للفران. ندخلوهم للفران نشدو لافورم يتكرملو شويه وعاد نعمروهم هانتي. كيجيو زوينين الشكل ديالهم. بحال هكا غادي نعمروهم. نديرو ليهم بحال هكا ساهلين. عاد تشدي هذه وتطوريها بحال هكا تحطي صبعك وتدوري وتجينا ديري الطحين. صافي كتشدو. هي البنات بعد ما كملناهم غندخلهم الفران غير يتكرملو شويه وتخلص. هنايا البنات غنصايبو لافاس ديال لي كورني فيها بيضه مسلوقه وغنزيد عليها المايس. بيضه وحده مسلوقه محكوكه. بيضه وحده راه ساهله ماهله. صافي نزيد هذا كورنيشو. كورنيشو هرشي صافي. كورنيشو هرشي والطون. علبه ديال الطون وغنزيد معلقه ديال المايونيز وندير هنايا الفرماج هذا الاحمر محكوك. هذا الميكس ما بين الفرماج الاحمر والموتزاريلا بيتزا تشيز كنخدم انا بهذا الكاسترو ميكس. غادي نحكو غادي نزيدو هنايا في لافارس. هنايا معلقه ديال المايونيز وصافي نحك الفرماج ونزيدو هنا. حتى انا ما غادي نزيد لا محله ولا غنزيد غير البزار حيت كورنيشو مالح وسميتو الاخر طن مالح. وهنايا غادي ندوزو البنات نعمرو هاد لي كورني بعد ما كيتحمرو. نتي نعمروه مزيان. هنايا غير على ود الديكوراسيون ندير شويه د الخس. نحشيهم في الفرماج وغنجيب هذا غندير لويه بحال هكا ونجيب هذا تسدي بيه. اييه وكنسد بيه وكيعطي مني هضره زوين. وهذا كنقطع بالمقص. كتسالي صراحه المنظر واعر. البنات غندوزو للعماره السادسه ديال ليكيش اللي كيجيو حتى هما بلا عجينه. هنايا كيف ما شفتوا هي تكون الدنيا المكونات. هنايا غنديروا الحشوه ديال الكفته فيها بصله كيمشلطه والفلفله حمراء والخضراء الالوان باش يجيو زوينين في الحشوه. صافي والكفته عندي هنايا الكفته ودرتي حتى فص ديال الثوم. درت فص ديال الثوم فاش طيب كامله عاد غادي نزيد شويه المعدنوس. المعدنوس كنخليه هو الاخر. هنايا غادي نزيد الكفته ندير فيه الكمون نجبد شويه الثوم صافي نزيدو شويه في المسيطر
درنا غير هي فوق. وهنا يا البنات بالنسبه لي كيش غديرهم حتى هما بالخبز ديال الطاكوس. ديال الطاكوس نديرهم دوائر بحال هكا ونقطع. صراحه هذا الخبز ديال الطاكوس كيسهل المأمورين. كينفع صافي دابا نديرو بحال هكا. هي البنات نديرو لاباري ديال الكيش. الكيش اللي بالكفته ندير فيهم جوج بيضات، ندير فيهم نص كاس ديال لا كريم فريش ديال الطياب، وهنايا عندي الخضر المجففه. هنايا الخليط ديال الخضر المجففه كنديرهم مجفين هكا واجدين في الشراو، الملح والبزار ومعلقه ديال الطحين وخماره واحده. ها هي خماره واحده. شوية الملح. هنايا الخضرة عندنا المجففة، يقدروا يعوضوها بثوم بودرة. ثوم بودرة والزعتر. والزعتر والزعتر خمارة خلطو، نزيدو معلقة ديال الطحين. كديري فيه موتزاريلا؟ ندير فيه من الفوق موتزاريلا، الفرماج اللي شاركت معاكم قبيله الموتزاريلا. هذا كيعطي التعليكه، كيعطي تجبيده، كتبقى الفرماج كيتجبد. هذا حتى هو البنات كاستروني اللي كنشارك معاكم. هذه العلامه، العلامه الزرقاء بخصوص هذه الكحله، هذه راه كتعطي واحد التعليكه وتجبيده زوينه. صافي غادي نحكوه. فاش غادي نحط الكفته وندير لاباري عاد غادي ندير الفرماج من الفوق. حشوة ديالنا جدات وبردات، نخليوها تبرد ونديرو قياس معلقة في كل كيش. قياس انا غنديرو لاباري فوق الكيش هكا. صافي هنايا كبينا لاباري كاملة. نديرو شوية الفرماج الحمر فوق شوية الموتزاريلا. فرماج البنات غاسترو ميكس هذا ديال الموتزاريلا والحمر اللي حكات دنيا قبيله معاكم، حتى هي راه هي هو اللي كتستعمل، ما كتستغناش عليه. هذا راه كيعطي المذاق والتعليكه. كتاخدي وحده فيها كيلو كدوز لك شحال؟ ثمنه مناسب وحجم كبير. حجم كبير خصوص تحكوها وديروها في المجمد، تبقاو تجبدوا القياس اللي بغيتو. وها هما البنات لي كيش بعد ما كيطيبو. شوفو تبارك الله على التحميره كتجي من الفوق، وديك التعليكه ديال الموتزاريلا كتبان تبارك الله، كيجيو رائع. انت البنات كيفاش كيجيو؟ كيجيو محمرين وزوينين، تمل تحت محمرين، كيجي الشكل ديالهم غزال. كيجيو يميني كيش. ودابا انا غنديكوريهم غا بالكيتشو، نديرو نقيطه ديال الكيتشو عشوائيا. وهنايا غادي ندوزو البنات للشكل النهائي باش نقدمو المملحات ديالنا. هادو لي طوس، هادو الاولين اللي درنا بالفلفله الحمراء والطون، واللي كتخليهم في الثلاجه راه كيشدو راسهم. كيشدو راسهم، كتحيدو هادوك الجنيبات.
نقطعهم على اربعه. كيجي المنظر ديالهم زوين. دابا عاد نديكوريهم غيبان لك المنظر رائع. دابا شنو غادي ندهنو بالفرماش من الفوق غير شويه، ناخذ لي زونشوا بحال هكا شي رويد. هذا اللي لتحت غنحيدو، كيجي صراحه واعر المنظر. هذا اللي لتحت غنبقاه بالمقص. وبالنسبه اللي البنات اللي ما غاديش ياخذوا لي زونشوان وما متوفرش في الدار وداكشي، غادي يشدوا الفليفله بحال هكايا نقطعها معكم، يديروها على شكل وريضه. بحال شي وريضه ويحطوها من الفوق. بحال هكا ونديرو عليها شويه السطر. هكا جا صراحه منظر زوين. ديما كاين اللي ما عندوش ليزون شويه يدير بحال هكا كيجي زوين. دابا انا غادي نكملهم كاملين بليزون شويه وغندوزو هذا الشكل هذا اللي درناه في الشاركيلتري والزيتون من الداخل. غندهنو بالفرماج ومن الفوق. غير شويه وصافي. صافي ندوز للثاني. كتعطي ديكور واعر. دابا هادي جات هي اللخرة من الراس ديال الزيتونة، باش نبغيو نحطو نصفو الموس. كيجي الشكل ديالها واعر. هاهي غادي نديرو بحال هكا يا بكيرتو. صافي بحال هكا تيجي الصراحة واعر الشكل ديالها. وها هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا، ما شاء الله كيجي رائع جدا. وكيف ما شفتوا البنات مكونات زعما بسيطه يقدر اي واحد يديرهم، غير بالخبز ديال الطاكوس بلي توست زعما داكشي جا واعر بزاف بزاف وتزين ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحه دنيا تبارك الله عليك، داكشي غزال. اما المذاقات فما نوصفش لكم، مذاق كينسيكم في مذاق، مذاقات واعرين كيحمقوا. وكيف ما شفتوا البنات راه غير طون الكفته هنايا السوريمي والخضره، يعني مكونات اللي تقدروا ان شاء الله ديروها وتاكا هي اللي عندكم شي عراضه شي مناسبه بغيتوا غير ديروها هكا ليكم ان شاء الله لرمضان. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. وصديقتي دنيا راه كتستقبل الطلبيات هكايا، غنخلي لكم المعلومات ديالها في اول تعليق وفي صندوق الوصف اللي بغات شي حاجه تواصل معها. ومرحبا بكم، وهنا غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله.